أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف خلالها عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميل، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. عام مر على الفراغ الرئاسي في لبنان، فألا يخشى المسيحيون على الكرسي الماروني الأول في المنطقة؟ كيف يقرأ حزب الكتائب تقدم الحوار بين عون وجعجع، وما هو موقفه من ملف التعيينات الأمنية؟ هل أصبحت الكتائب وسطية بين 8 و 14 أذار؟ أهلا وسهلا فيك النائب نديم الجميل، عضو كتلة الكتائب اللبنانية. أهلا فيك، اشتقنا لك، صار لك زمان ما طلعت معنا. صار لي زمان مش طالع على التلفزيون. الناس اشتقت لك يعني. ان شاء الله بينبسطوا خلال هذه الحلقة مثل ما عودتهم دائما. على كل حال اليوم الجلسة 23 أو 22 الانتخاب لإعلاء انتخاب رئيس الجمهورية للأسف. 25 بيصير صار لنا سنة من دون رئيس، فترة طويلة على هذا الفراغ. بالمقاربة السياسية، بالرؤية السياسية، بالتحليل السياسي، ليش لم ننتخب رئيسا بعد؟ الأسباب عديدة، ولكن الضحية واحدة، الجمهورية اللبنانية والدولة اللبنانية. أنا برأيي هالجلسات يلي مجبورين ننزل نحضرون لأنه منعتبر أنه هيدا جزء من دورنا وجزء من واجبنا النيابي أنه ننزل نحضر جلسات انتخاب الرئيس، ولكن اليوم الواضح أنه اللي عم نشوفه هو مسخرة بامتياز، هو نوع من لعبة عم بحاولوا قد ما فيهم يأخروا انتخاب رئيس الجمهورية، وانه بالنهاية يلا منجيب النواب ناخدهم ومنزلهم، واهمهم والاشخاص اللي عم بيعطلوا دور انتخاب رئيس الجمهورية هن للأسف اليوم اشخاص داخلية، ولكن ادوات للخارج وادوات لتنفيذ مشاريع كبرى من ايران وسوريا الى لبنان، مرورا بحزب الله والتيار الوطني الحر يلي هو اليوم عم بيكونوا هول الاثنين اداة لسياسة ايرانية بالداخل اللبناني لعدم انتخاب رئيس. اذا كانوا هذين الحزبين أو الطيارين أداة، يعني الكلمة الفصل في الانتخابات الرئاسية هي في الخارج، يعني خليني أقول أنه طول عمرها كانت هيك، ولكن اليوم تعطيل الانتخاب هو أكثر يعني قرار خارجي، ولكن أدواته أداة داخلية واضحة. وللأسف اليوم الطرف حزب الله معروف ومفهوم، يعني يمكن ما بلومه قد ما بلوم التيار الوطني الحر، ولكن اليوم للأسف التيار الوطني الحر عم بيلعب دور عاطل جدا بهالصورة هي، وعم بيعطي صورة عاطلة جدا عن الداخل اللبناني انه نحن عم نسمح لغيرنا او عم نسمح نكون أداة بإيدين غيرنا، وهذا للأسف المشكلة الكبيرة. لكن في مقاربة معاكسة يعني بيتقدم فيها التيار الوطني الحر، بيقول حتى لو كان عندنا فراغ نحن لن نسمح بأن يأتي الآخرون برئيس ضعيف، الآخرون يعني الطوائف الأخرى برئيس ضعيف على شاكلة الرؤساء السابقين. يعني كنا اليوم دائما تحت عناوين كثير عالية وكثير يمكن هيك جميلة، وبتلعب على الغريزة الطائفية وعلى الغرائز العاطفية للبناني وخاصة للمسيحي. التيار الوطني الحر عمل معارك كثير كبيرة بعناوين رائعة، ولكن بالنهاية نتيجة كلها من التسعين لليوم نتيجة كلها كانت خربت الداخل اللبناني، وكانت تدميرية كاملة على المجتمع اللبناني والمسيحي بالذات. يعني اليوم تحت عنوان ما بدنا نجيب رئيس غيرنا ينقيه، كتير منيح صرنا سنة بلا رئيس، وبعد يمكن منروح سنة بلا رئيس، وبالنهاية رح تنهار الجمهورية، رح تنهار الدولة، رح ينهاروا المسيحيين، رح يبطل لهم وجود، وبالنهاية رح نكون انه ايه نحن كنا عم نحافظ على المسيحيين. للأسف هيدا التصرف صرنا عم نشوفه، صرنا فترة وعم نشوف انه دايما نتيجه هو الخراب وتضعيف دور المسيحيين ووجودهم في هيدا الدولة اللي عم يعيشوا فيها. طيب
هناك مقاربتين لانتخاب الرئيس، إما انتخاب الرئيس من خلال تعديل المادة الدستورية التي تجيز للشعب انتخاب رئيس بالمباشر، أو الذهاب بمرشحين معروفين دكتور سمير جعجع والعماد ميشيل عون إلى مجلس النواب والاقتراع. يعني اللي بينجح بيصير رئيس الجمهورية. ليش الأطراف الأخرى ترفض هذين المبدأ؟ علما أنه هيك نحن في فراغ، علما نحن في عنق زجاجي، فلنبحث عن مخارج. تفضلوا، هذه هي المخارج لانتخاب رئيس. في عدة مخارج فينا نلاقيها. أساسا العملية منا فقط محسومة بين مرشحين اثنين، ممكن تكون عنا إطار أكبر بكتير للمرشحين. هذا منه السبب الأساسي للتعطيل. ولكن اليوم من الواضح أنه الإيرانيين ما بدهم انتخاب رئيس بكل الوضع اللي عم بيمر فيهم. السعودية والأمريكان والفرنسوية منه لبنان الأولوية تبعهم. بين لبنان واليمن بيقولوا لك اليمن، بين لبنان وسوريا بيقولوا لك خلينا نشوف شو بده يصير بسوريا. لبنان بيجي يمكن درجة رابعة خامسة أو سادسة على الأولويات الدولية. من ناحية أخرى، من ناحية داخلية، الجنرال ميشيل عون اليوم عم بيجي إلنا وهيدا صارت شعاره الدائم والوحيد، أو بتقبله مثل ما أنا بدي أو بعطيل. إن كان نفس الشيء، كان هيدا الكلام عم بيقوله وقت تشكيل الحكومة مع جبران باسيل، هيدا الكلام عم بيقوله بانتخاب رئيس الجمهورية، وهيدا الكلام عم بيقوله بتعيين القادة الأمنيين وبما فيهم شامل روكوز. يعني اليوم دايما الكلام هو أو بتقبله مثل ما أنا بدي أو بعطيل وبجيب الخراب. يا خي لا، مش كل شيء بالخراب. اليوم بدك تقبل انه انت حجمك هالقد، طلع لك حجم معين بفتره معينه، بدك تقدر تلعب اللعبه الديمقراطيه. اللعبه اليوم الديمقراطيه عم بيعطلها هيدا الشخص، لانه معتبر اليوم انه او بده يجي هو او بده يخرب البلد. للاسف عم يخرب البلد، واذا ما انه واعي انه عم يخرب البلد. لكن في اطراف اخرين هم الذين يعطلون ايضا. يعني انه حتى لو اعترض العماد ميشيل عون وقاطع جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس، إذا اصطف كل النواب بصير عنا انتخاب رئيس. ما هو مين النواب اللي ما عم بينزلوا؟ طيار الوطني الحر وحزب الله. خليه ينزل يا اخي 10% من كل كتلة، بتعمل كورم، بتعمل نصاب وفيك تنتخب رئيس. انه بدنا نرجع اليوم، نرجع ناخذ هيدا البلد كبلد ديمقراطي، كبلد حر، كبلد بيقدر يختار هو نوابه، هو بيقدر يختار رؤسائه، هو بيقدر فعلا يشتغل على بطريقه منظومه بمسلكيه مضبوطه. هيدا الشيء اللي ما عم نشوفه اليوم بلبنان. يعني وهيدا للأسف الجنرال عون اليوم بموضوع رئاسة الجمهورية وبغيره كمان عطل جدا. طيب حضرتك محامي وعضو في لجنة الإدارة والعدل. طيب نحن نزلنا بأول جلسة بالتلتين، عقدت الجلسة، تم الاقتراع. نحن اليوم لازم نبلش بالنصف زائد واحد. لماذا 14 أدار ما بتعمل لوبينج على النصف زائد واحد؟ ما في مسؤولية اليوم لدى 14 أدار أنه بتغض الطرف، علما أنه في إشكالية إذا كنا تلتين أو نصف زائد واحد. أنه عم ننزل أنا شكليا ومن زت الكرة بالملعب الآخر. أنا صراحة مع هذا الطرح، ولكن اليوم 14 أذار منا أبدا بوارد تعمل مشكل أو انتخاب رئيس بالنص زائد واحد. ليش يعني مشكل؟ يعني القانون يقول لا. الجلسة الأولى أنا معك أنه اليوم لازم نعمل لازم نروح إلى أقصى حد بتحدي الآخرين ونقول لهم يا أخي ما صلنا سنة ما قدرتوا تنتخبوا رئيس، خلينا ننتخبوا بالنص زائد واحد وننهي المشكل. للأسف 14 أذار اليوم بكل المكونات يعني تبعها إيه؟ بكل المكونات تبعها ويلي عندها اليوم نظرة على الشيء اللي عم بيصير بسوريا وباليمن، وما بدها اليوم حريصة يمكن بمحل معين على الحفاظ على لبنان كما هو والاستقرار الأمني بالقليل اللي موجود بلبنان، منا مستعدة تعمل اليوم تصادم مع حزب الله مباشرة. يعني إذا بدنا نكون صريحين، تصادم عسكري أو أمني مع حزب الله بالداخل اللبناني بانتخاب رئيس بالنص زائد واحد. هلا بتقلي هيدا الشيء غلط؟ بقول لك ايه، انا اليوم بعتبر انه كان لازم من زمان ننتخب الرئيس بالنص زائد واحد وناخذ هيدا الشيء على عاتقنا وعلى مسؤوليتنا. انه الرئيس اذا بدكم تعطلوا نص زائد واحد افضل من التعطيل وافضل من الفراغ. هل حقا 14 أدار يعني تريد انتخاب رئيس؟ اي
على كل بما يتعلق بفتكر بالكتائب اللبنانية وبالقوات اللبنانية أكيد في نية لانتخاب رئيس. بتقلي الفريق فريق طيار المستقبل، أنا اللي بشوف منه وكل التصريحات اللي صادرة منه تصريح إيجابية بهذا الإطار، هل هي فعليا من جوا مقتنعة؟ ما بعرف، بس اللي مبين انه 14 اذار اليوم كفريق كامل كشعب 14 اذار اي يريد انتخاب رئيس من يكون هذا الرئيس. طيب لماذا لا نذهب الى الخيارات الاخرى؟ اعطينا خيارين تقدم فيهم العماد ميشيل، وفي الخيار الثاني الدستوري، يعني الدستور عم بيقول هيك. العمليه منا بالاسماء، العمليه منا بالاسماء، العمليه هي بنهج وبقرار، بقرار انتخاب رئيس. رح اعطيك مثل بسيط، انا عرضت تشكيل هيدي الحكومه وانا ضد كنت تشكيل هيدي الحكومه وما نزلت ولا اعطيت الثقه ولا حجبت عنها الثقه، بس ما نزلت اساسا على جلسه اعطاء الثقه، وقتها يمكن هيدا الشيء سبب يمكن تساؤل او محاسبه معينه لإلي بضمن المكتب السياسي، هيدا غير موضوع. ولكن انا ما نزلت على هيدي الجلسه لسبب واحد، لانه اعتبرت اليوم انه هيدا الديل اللي عم يركب على هيدي الحكومه يلي هي 3 8 8 ل 14 8 ل 8 ل 8 و 8 للمستقلين او للوسطيين، لما ركب هيدا الديل ولما ركب هيدا الديل قبل بشهر اكثر، قبل بثلاث اشهر تقريبا من انتهاء رئاسه الجمهوريه، نفس الديل يلي انعمل بين السعوديه وايران والدول والى ما هنالك، وقت اجا مبعوثين عدد من السعوديه او من ايران، وقت صار في اتفاق معين انه منشكل حكومه بثلاثه ثمانيات، وتنازل ميشيل عون عن كثير من مطالبه وتنازلوا حزب الله عن مطالبه والى ما هنالك، وصار تشكيل الحكومه. هيدا الديل يلي صار كان فينا هو ذاته محل ما نعمله على الحكومه لتجي حكومه تعبي الفراغ النيابي يلي كنا عارفين انه رح يجي، كان من الاجدى انه هيدا الاتفاق يلي صار يصير على انتخاب رئيس جمهوريه، اتفاق على اسم رئيس جمهوريه او على منهج رئيس جمهوريه، ومن ثم تجي حكومه تتشارك هي وياه الحكم والسلطه. ولكن للاسف الصفقه اجت من الاساس بين هالفرقاء، بين فيك تقسم الحكومه ما فيك تقسم الشخص. هيني كثير تعمل 3-8، بس كان يعني فينا بوقتها كان فيك تلاقي شخص وتلاقي له التوازن يلي بيجي معه بالحكومه. اليوم اليوم بطل قادر، لا فيك تعمل اليوم توازن بالشخص ولا فيك تعمل توازن بالحكومه، ولنفس الاسباب اللي عم بتقولها كمان مش هيك ما صار في انتخابات نيابيه، لانه ما كانوا بدهم يكسروا هالتوازن اللي قائم بمجلس النيابه، كذلك الامر ما بدهم يكسروا التوازن اللي قائم بالحكومه، وما بدهم يكسروا التوازن او لا توازن اللي موجود كمان برئيس الجمهوريه، بفضلوا يتركوا الامور مثل ما هي تنشوف لبعدين الامور بالاقليميا وبالمنطقه لوين رح تودي. هيدا للاسف الخيارات يلي اخذناها الاستراتيجيه الخاطئه يلي انا برايي اليوم لازم نرجع نعيد النظر مزبوط فيها، وبتبلش تنحل بانتخاب رئيس. رح اقول لك شغله استفادي، انا بعدني راجع امبارح، كنت بلندن وبعدني راجع امبارح من لندن، وصلت على لندن نهار يلي كانوا عم بيعلنوا نتائج انتخابات البريطانيه. المشهد يلي شفته على التلفزيون لفت لي نظري بطريقه هائله، انه اليوم أشخاص أو بطريقة كتير ديمقراطية أولاً صارت الانتخابات، بتوصل نهار الخميس عم بيصير الانتخابات، ما بتعرف إنه الانتخابات عم بتصير، يعني ما حتى يمكن اللي حدك ما حدا بيحكي بهذا الموضوع. إلى حين وصول النتائج بيطلعوا الأربعة مرشحين، بيطلعوا مع بعضهم على البوديوم وبيعلن رئيس البلدية أو المحافظة أو يلي هي هونيك، بيعلن النتائج وبيعلن مين الفائز ومين الخسران. اللي بتشوفه كمان الطريقه اللي بيسلموا عليها بعضهم، الخطابات اللي بتنقال، الاعتذار والاعتراف بالخساره، التنازل عن المقاعد النيابيه او عن رؤساء الاحزاب، في عندك رئيس حزب، رئيسين احزاب استقالوا فقط لانه اعتبروا انه خاضوا المعركه بطريقه خاطئه. نهار يلي نحن بنوصل بلبنان لتحمل مسؤوليه ذاتيه عند الاشخاص وعند المسؤولين، لما اليوم بنشوف وزير واحد عم بيستقيل بس لانه البلد كله مش ماشي او لانه في مشكل كتير كبير بالبلد او ما في معالجه قدرنا جبناها لمشكله معينه، نهار اللي بنشوف وزير واحد عم بيستقيل، ساعتها انا يمكن ببلش اقول انه بلبنان صرنا على السكه المضبوطه او على الخيار المضبوط. اليوم نحن ان كان باحزابنا او ان كان
بالطريقه اللي بنتعاطى فيها بالسياسه، في عنا كثير من الـ من الـ من الركي ومن التقدم بدنا نرجع نزرعه مزبوط. بدنا نرجع نعطي اليوم نفس جديد الى كل الشباب يلي عم بينزروا الينا انه كيف بدنا نتعاطى بالسياسه ان كان باحزابنا او ان كان بالدوله اللبنانيه. واكيد اليوم اللي عم بيصير بالسياسة هيدا منه موديل أبدا لا يعتمد ولا بالسابق ما اعتمد ولا بالمستقبل ممكن نحن نكمل نشتغل هيك إذا ما فعلا زرعنا أمل جديد بالطريقة يلي في يعني محاسبة يلي فيها إقالة يمكن بمحل معين. بدي أعطي مثل بالسعودية من فترة الملك السعودي أقال وزير بالسعودية وزير الصحة لأنه ما استقبل مرة أو لأنه طلبت منه شغلة وما عمل إياها أو لأنه ما استقبلها مني متذكر على الضبط. حتى بالسعودية المحاسبة والمسؤولية موجودة. اليوم بدولة مثل لبنان ما في شيء ماشي، ما حدا مسؤول، ما حدا عليه يعني مسؤولية. في مشكلة الحياة السياسية في لبنان اللي بنشهدها اليوم تبدأ بخلق دم جديد في الأحزاب السياسية في لبنان، مش بس بدم تدريب شباب. على مبدأ الديمقراطية والمحاسبة أو شو؟ من وين بتبلش؟ الحياة السياسية اليوم بلبنان بتبلش أولا بإعادة تكوين قيم وأخلاق عند المواطن، ومن ثم انطلاق هالأخلاق والقيم إلى كمان إلى الأحزاب وبكل معاييرها. يعني عم بحكي بالديمقراطية، بالمساءلة، بالكفاءة. اليوم ما حدا عنده كفاءة ولا بأحزاب ولا بالدولة. ما حدا اليوم بيشوف حاله ببلش طالب صغير ما بعرف أي خلية وبيقدر يحلم يوصل يوما ما إلى مركز معين بقلب الحزب أو يعمل وزير أو يعمل نائب إذا ما كان مزبط حاله مع مسؤولين بالحزب أو ما كان مزبط حاله بفريق معين. هيدا للأسف اليوم الطاقات الشبابية اللي عنا إياها يلي اليوم عم تهرب من لبنان، عم تهرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من لبنان لأنه ما عم بتشوف أمل بهيدا البلد. وكذلك الأمر كمان نفس الشيء بيتطبق على أحزابنا يلي كمان شبابنا ما عم تنخرط مزبوط بالأحزاب. مزبوط، بس أنا اليوم بشوف كمان أنه بالحزب بالأحزاب كلها وبحزب الكتائب بالذات في عندك مشكل اليوم تجذب الشباب والطاقات الجيدة ترجع تجي تشتغل وتعطيك تقدم لك مشروع جديد إنقاذي تقدمي مش بمعنى التقدم الاشتراكي بس تقدمي متطور روكي بالمجتمع وبالأحزاب. هيدا اليوم يلي نحن بحاجة لقله، بحاجة نرجع نعطي نفس جديد بطموح جديد للشباب. هيدا يعني انتم بحزب الكتائب فايتين بهذه الورشة اذا اعتبرنا بالصيف المقبل في مؤتمر عام وانتخابات. في مؤتمر عام في انتخابات، هذا يعني اليوم هذا منه أول مؤتمر عام بينعمل بالحزب وصار في كذا مؤتمرات انعملت لأنه في تجديد للقيادة الحزبية من انتخابات مكتب سياسي من انتخابات رئيس وإلى ما هنالك. بس حتى بهيدا الإطار بفتكر أنه في كتير خلل. يعني اليوم ثلاث أرباع المندوبين يلي انعمل يلي منتدبين لحضور المؤتمر والانتخابات تعينوا بالتزكية وطلعوا بالتزكية وصاروا بكرة بدون يروحوا ينتخبوا رئيس كما يقال لهم انه لازم ينتخبوا. هيدي كمان للاسف هيدي مشكله كبيره. نحن اليوم اذا بدنا نحن عم نحكي عن اصلاح من داخل الاحزاب تنوصل الى الحياه السياسيه العامه الى الشان العام. بدنا نطبق مطرح ما بننوجد فيه ان كان بمجلس النيابه، ان كان بالحكومه، ان كان بالاحزاب، ان كان باي مكان ننوجد فيه، نفس المبادئ يلي بنحكي فيها بدنا نطبقها الى اقصى حد. مبادئ الديمقراطيه والحريه والمسؤوليه والتساؤل، واحد يكون له حق يسأل الآخر شو عملت هون، منا موجودة. من فترة إجا لعندي أحد المسؤولين بمجلس الشيوخ الفرنسي بالسنا، إجا كانوا عاملين كوميسيون من بالبرلمان بالمجلس النيابي، عاملين شو بيقولوا مثل لجنة من هولندية من فرنسوية وإلى ما هنالك وجايين تيشوفوا شو المشكل بالمجلس النيابي. والمسؤول عن السنا الفرنسي اللي مسؤول عن المجلس الشيوخ بيجي بيسأل لي كم مرة حضرتك سائل الحكومة سؤال؟ قلت له ما في لزوم نسأل سؤال لأنه السؤال أو التساؤل الخطي اللي بتبعته طالما ما في مسؤولية و
ما بيحس حاله الوزير مسؤول تجاهنا، وبيجي وزير بينفرد من طائفته أو من حزبه وما في الله ما بيقدر يشيله، لأنه هيدا الشخص هيك بدنا إياه، وإن شاء الله يغلط وإن شاء الله يكون عم بيخبص، بيكون محمي من 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 حزبه أو من طائفته. طالما السؤال أو أي طريقة محاسبة لهالوزير أو لهالحكومة ما في لزوم تصير، طالما نحن عايشين على الأقل مجلس النواب لازم يقوم بعمله. إيه بس ما بتصير. لشو واحد بده يتعذب اذا ما في اليوم ما بحس الوزير انه عليه مسؤوليه او عليه نوع من له حق حدا يساله. فمن هون انا برايي اولا بدك تغير، يعني بدك تغير نمط الحياه السياسيه اللي عايشين فيها، نرجع نخلق فعليا نوع من مين بيخلقهم هو؟ يعني عم تحكي امور كثير جميله، من وين بنبلش؟ حضرتك عم تقول بتبلش نحن بالأحزاب حضرتك عم تقول عينوا تعيين، ونحن رايحين الى انتخابات بتموز، يعني بدك تبلش بالأحزاب تبعك اولا، بدك تبلش انه اليوم انا لما عم بحكي هيدا الكلام جزء من الكلام يتطبق على حزبي، بيتطبق على حزب الكتائب، بيتطبق على الأحزاب الحلفاء، انه اليوم وبحزبك رح اقول لك شغله، إذا اليوم بدي أحكي من طيار المستقبل وصولا إلى الكتائب اللبنانية، من طيار المستقبل إذا بتشوف الرئيس تبعه من بيت الحريري والأمين العام تبعه من بيت الحريري ومدير المكتب من بيت الحريري، لما هونيك توصل على حزب الكتائب كذلك الأمر، جميل الأمين العام منه من بيت جميل كتر خير الله، بس إنه واليوم كمان الوراثة السياسية اللي اليوم عم نشهدها وعلى عم ينحكى عنها واللي بعد ما في شيء منها أكيد، يلي عم ينحكى إنه الرئيس جميل اليوم بده ينسحب ليورد ابنه الى ما هنالك، كمان هذا الكلام منه اكيد 100%، ولكن هيدا انتخابات في انتخابات، بس ما عم نحكي عن الوراثه غير موضوع. حتى هيدا الشيء منه صحي، يعني اليوم انا بشوف بحزب الكتائب انه في رؤساء اخرين اجوا على حزب الكتائب، في اشخاص تدرجوا كانوا اساتذه مدارس وتخرجوا وصاروا رؤساء احزاب او صاروا وزراء او صاروا عملوا اهم المراكز اخذوا بالدوله اللبنانيه او بالحزب. هيدا اليوم اللي بدنا نرجع له، مش العمليه فقط بدها تكون محصوره بعيله او بشخص او بمنظومه معينه، لا، اليوم في طاقات بدنا نعطي سينيال واضح لكل الشباب ولكل العالم، للمجتمع المدني، للمجتمع الكبير او الصغير، بدنا نعطيه سينيال انه لا، نحن قادرين اليوم نتأقلم مع كل الآراء، وقادرين اليوم نكون مفتوحين إلى أقصى حد مع كل الأشخاص، ونقدر نعطي فرصة للوصول وفرصة للنجاح لأي شخص. طيب إذا كان ابن هذه العائلة ناجح بحزبه، مش لازم يوصل إلى رئاسة هذا الحزب؟ ممكن يوصل، بس مش بالوراثة، مش بالانتخاب. يمكن إذا بالانتخاب، إذا الانتخابات كانت ديمقراطية ديمقراطية كاملة، وإذا فعلا اليوم نحن يعني عايشين بدءاً من تحديد يعني الهيئات الناخبة، يعني انتخاب المندوبين وليس عين المندوبين. أنا يمكن عم بحكي اليوم عن البروسس بقلب حزب الكتائب، بس هيدا الشيء بيتطبق على الكل إنه اليوم كمان مثل ما في انتخابات للوصول بده يكون في كمان مرشحين عديدين. اليوم نحن أنا بلاقي إنه عنا مشكل بقلب حزب، بقوله بكل معنى الكلمة، اليوم للأسف ما عنا مرشحين مؤهلين يعني رؤساء حزب الكتائب. المشكلة بتبدأ من هون، انه ما في اليوم شخص، اذا بدنا نعتبر انه اليوم رح يصير في انتخابات، ما في، انا مني شايف اليوم انه في شخص ممكن يترشح. في سامي جمي مين بده يترشح بوجهه؟ ليه ما بتترشح؟ انا ما بدي، انا بدي قبل 20 سنة من عمل حزب فاعل ونشيط وناجح، انا ما بترشح. في شباب كثير، يعني في شباب بس اليوم انا ماني شايف في سامي، في كثير شباب بالمكتب السياسي. انا مع نهج الشباب اليوم يرجع يدخل ويعطي نفس جديد على الحزب. انا ماني ضد ابدا، وماني ضد ابدا الشيء اللي عم يعمله سامي والحركه اللي عم تعملها، ماني هون ابدا، المشكله مش هون. المشكله كيف يكون اليوم النمط
السياسة بقلب الأحزاب ونمط الديمقراطي بقلب الأحزاب من اتخاذ القرار لحين الوصول إلى الانتخابات الحزبية وفعالية. نفس الشيء اليوم حلو. مين بيقدر اليوم بحزب القوات إذا ما بدي بس ركز على الكتائب، مين بيقدر اليوم يسأل يعني يقدم سؤال للدكتور سمير جعجع أو يترشح ضد سمير جعجع؟ هون المشكلة لما اليوم ما بتعطي نفس من الأساس أنه أنا بدي أحيي الحياة الديمقراطية بامتياز، بتوصل على السد اللي انت وصل له، بتوصل اليوم انه بالنهاية المرشح الطبيعي والاخير والنهائي والهيدا هو هيدا الشخص او من هيدا العائلة القائمة. لا مش هيك العملية، من العملية السياسية بلبنان في عيال بس في كمان اشخاص فيهم في عندهم طاقات كمان حقهم يوصلوا كمان لازم يكونوا. هؤلاء الاشخاص فيهم يتخطوا يعني حاجز العيال وحاجز الرمز يعني دكتور سمير جعجع عماد ميشيل عون تخطوه بمرحلة عديدة بمرحلة عديدة من التاريخ وخاصة يعني ما بدي أخذ أمثلة يعني بس إنه بمراحل كتير من التاريخ تخطوا هالمرحلة. واليوم كان في الرئيس جورج سعادة على رأس الحزب، كان في منير الحاج يلي كلهم كانوا يمكن أساتذة أو دكتور بالجامعة وصفى بالاخر رئيس حزب. في عندك كمان شخص كان مدير مدرسه وصار بالاخر وزير. يعني التقدم اليوم اللي عم بيصير، اللي التقدم يلي بدنا ننشئه بالقلب الحزب انه نقدر نعطي فرص وصول للكل، كل واحد عظيم. عنده طاقه وتقدم وبيقدر يقدمها لحزبه ويقدم الحزب معه، بدنا نعطيه الفرصه طبعا. عظيم. خلينا نتوقف مع بريك قصير ونعود لمتابعه الحلقه. مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا المتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل. شيخ نديم، كنا عم نحكي عن الفراغ الرئاسي، المسؤولية، فتنا شوي بمقاربات عن الإصلاح داخل الأحزاب، لكن ألا تعتقد أنه الحوار اليوم الجاري المسيحي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مفيد، قد يؤدي إلى انتخاب رئيس؟ هل هو حوار تكتيكي أم حوار استراتيجي لحماية المسيحيين؟ أنا ما رح طول على هذا الموضوع، بس بعتقد أنه بيكون مفيد فقط إذا وصل إلى نتائج استراتيجية بالداخل اللبناني. يعني اليوم شو هي النتيجة الاستراتيجية؟ نحن حلك أنه اليوم نعمل حوار فقط لنعمل حوار ونقول للعالم أنه عم نتقرب وعم نحكي وعم نتواصل، صراحة ما كتير له طعم. يعني انه اذا بس فقط بالشكل تنقول انه في حوار وعم ننفس شوي الحقن الداخلي، اوكي عم بيسيب اذا بدك نتائجه او اهدافه التكتيكية الصغيرة منيح، بس اذا بدنا نحكي من ناحية استراتيجية ومش هيك، انا بتمنى اليوم انه يصير هالاتفاق، يصير هالاعلان النوايا لنقدر اليوم نحكي فعليا اذا هيدا الحوار ممكن يؤدي لشيء بالمستقبل أم لا. بس اليوم نتفق على دخون الزوق ونتفق على سوكلين ونتفق على الجنسية اللبنانية أو على بيع الأراضي، أوكي إنه شغلة مهمة، بس اليوم الأهم متفقين على تشريع الضرورة قانون الانتخاب، حتى هيدي الشغلة ثانوية بالنسبة لإلي. بس اليوم المشكلة الأساسية بين التيار بين التيار والقوات أو بين 14 أذار و 8 أذار ككل، اليوم في خيارات استراتيجية مختلفة كليا. في قرار الحرب والسلم يلي محطوط بين إيدين حزب الله واللي بقرره، في الخيارات عن الديمقراطية العامة وعن الحريات، في عندك شخص بيقول لك انه بشار الاسد هو نموذج الديمقراطية وهو نموذج الرئيس الديمقراطي والحر يلي لازم يكون عنا اياه، وفي عندك اشخاص بيعتبروا انه لا، انه هيدا زلمة سفاح وتوتاليتاري واستبدادي ومقتل شعبه. الخيارات الاستراتيجية اليوم هو يلي بتتعلق بلبنان، اذا بدنا نبني دولة بجيشها، بدنا نبني دولة بقضاء قوي، بقضاء فاعل، بجيش حر، بجيش قوي، أو بدنا نبني دولة مزرعة مسيطر عليها حزب الله وسلاحه وهو اللي بيقرر ساعة اللي بده إذا بشكل حكومة أو بينتخب رئيس ولا ما هناك. هول الخيارات الاستراتيجية عظيم. اليوم يلي لازم يكون في اتفاق عليهم. إذا ما صار في اتفاق على هول بين التيار والقوات أو بين 14 و8، ما بنكون وصلنا لمحل وما بنكون عم نعيش. خيارتك لهذا الحوار هو يستهدف شو؟ استراتيجية
أو التكتيك؟ صراحة ما عنا ولا معلومات عن هذا الموضوع. أول شيء بلشت أنه بدنا نخفف الحقن اللي موجود، بدنا نسحب الدعاوى القائمة بالإعلام بين بعضنا، أوكي كتير منيح، شغلة فشخة إيجابية. قبل ما يكون في عنا إعلان النوايا بين إيدينا ونقرأ على الضبط شو هو على شو مبني هالحوار، أنا بفضل ما أتكلم بهذا الإطار. يعني أشرنا يعني لمبين حتى اليوم متفقين مثل ما حضرتك ذكرت على دخون الزور، على دخون الزور وعلى عدم الذهاب إلا على تشريع الضرورة. هناك مسعى لوضع قانون الانتخاب تشريع ضروري مهم بالنسبة إلى المسيحيين، السعادة الجنسية للبنانيين المهاجرين كمان هذا تشريع ضروري، وعم ينشغل اللوبينج على هذا الموضوع. كل واحد يعني كل واحد بيقدر يفسر تشريع الضروره على ذوقه، يعني مطاطه بس انه تشريع اليوم بكره انون اجارات ممكن يكون تشريع ضروره. طب انه هيدا اهم من كل بقيه، في اهم من قانون انتخاب. انون انتخاب مهم، بس انون انتخاب في اتفاق عليه انه بكره رحنا على الجلسه وانتخبنا، في صيغ طالما ما في اتفاق حتى بين التيار والقوات والكتائب، ما في اتفاق على القانون. انه خلينا كمان ما نضحك على حالنا، عم نقول للعالم بدنا ننزل نصوت يعني على الاحزاب المسيحيين مقصرين، يعني شو بدهم؟ ما بقول مقصرين، عم بقول انه ما في اتفاق بين بعضهم. هلا يمكن بكره اذا حطت جلسه قبل بيومين ب 24 ساعه بنتفق على اي قانون بدنا نروح عليه وبنتفق كلنا وبننزل نصوت عليه يمكن، بس هذا شيء ما راح يصير. قد يتفق المسيحيون على قانون انتخاب واحد إذا بيترفعوا عن مصالحهم الشخصية، إيه؟ وإذا بيرجعوا بيشوفوا مصلحته، هون نرجع على إذا بدك الوجدان الديمقراطي المضبوط. مش تحتترك صاحب خلال هالحلقة. نحن أنا بقول أنا طول عمري معروف علي صريح وواضح ومباشر، يلي مش عاجبه شو ما بدي أعمل له شيء. بس أنا اللي عم بقوله أنه اليوم القانون الانتخابات بده يكون صادر من تمثيل حقيقي، مش بس طائفي. يمكن لازم يكون طائفي لأنه الطائف هيك، ولأنه اليوم نحن بمجتمع طائفي، ولكن الأهم لازم يكون تمثيل مناطقي بامتياز. وأنا اليوم في أحد المشاريع يلي حزب الكتائب حزب الكتائب اليوم عم بيشتغل وقدم، ما بعرف إذا قدم رسميا، بس طرح مشروع يلي هو مشروع الدائرة الفردية، يلي بيعتبر انه هو من افضل القوانين الانتخابية اللي ممكن تنطرح اليوم كصياغة وتمثيلا، وبتكون عم بتعطي تمثيل طائفي بنفس الوقت وعم تعطي تمثيل مناطقي للمناطق بافضل تمثيل كمان. انت مع تشريع الضرورة؟ انا يعني رح اقول لك شغلة، الموضوع ما ممكن ينطرح بانه اذا مع التشريع الضروره او ضد التشريع الضروره. اساسا مفهوم التشريع الضروره منه موجود، ما في شيء اسمه اليوم التشريع الضروره، هيدي بدعه طلعت لتبرير بعض المواقف. نحن اليوم كحزب كتائب اخذنا قرار وكان واضح، نحن لا نشرع بظل عدم وجود رئيس الجمهورية، أو نحن لا نشرع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه الدستور بيقول لك أنه الأولوية لانتخاب رئيس. هيدا نحن الموقف تبعنا. هلأ بما يتعلق بالتشريع، أنا اليوم بعتبر أنه إذا في من تعطيل معين بده ينعمل على مجلس النيابة، هيدا التعطيل لازم يقوم على كل مؤسسات الدولة بما فيهم الحكومة. يعني اليوم الحكومة ما فيها تتفق على موازنة، وما فيها تتفق على تعيينات، وما فيها تتفق على تعمل اتفاقيات دولية مع دول خارجية ومع صناديق تمويل، وشوي نعمل كل هالاتفاقيات وبنوصل على الهاوية انه ما في مجلس نيابة بده كله يوقف. طب يا خيي كيف تعمل هونيك وما بتعمل هون؟ أو بدك تشمل عملية كلها؟ إذا فعلا بدك تعمل ضغط، إذا فعلا هو الهدف من عدم التشريع هو ضغط على من يريد أنه ينزل وينتخب رئيس، بهذه الطريقة ما بتكون عم تعمل ضغط. صحيح أنه الموقف موقف مبدئي، بس بهذه الطريقة ما بتكون عم تعمل ضغط. إذا بدك فعلا تعمل ضغط، بدك تعطل بمحل ما بيوجع مزبوط، بدك تعطل الحكومة، بدك تعطل المجلس النيابي، بدك توقف البلد، بدك تجمده كليا، وساعتها خلينا نشوف مين نفسه أطول ليقدر يداين ويشوف مين منتخب رئيس قبل ومين منزع مجلس نيابة. يعني ما فيك اليوم تاخد العملية بالمجزة. مظبوط. طيب بالتشريع أو خلينا نروح إلى عجانب التشريع، هي التعيينات الأمنية الساخنة اليوم، نظرتين اليوم، ما فينا نعين من دون رئيس جمهورية، ما فينا نمدد، ما فينا نعين، في عنا فراغ، قائد الجيش بتنتهي مهلته بأيلول المقبل.
وين الاتجاه؟ صراحة ما بعرف وين رايح الاتجاه، بس اللي بعرفه انه اليوم في حكومة متفقة مع بعضها، مفروض تشكلت مع بعضها باتفاق معين، خليها تاخذ مسؤوليتها الى اقصى حد، وتعين القادة الامنيين اللي لازم يتعينوا، او تمدد اذا لازم يتمدد، بس الفراغ بهذا الواقع ممنوع كليا. ما نحكي عن الفراغ، لكن اليوم تيار الوطني الحر ومعه بعد، خليه يستفيد يعمل اللي بده اياه. اليوم المجلس العسكري غير قانوني يعتبر، يعني لماذا هناك فيتو؟ لان في فيتو على شخص هو الجنرال شامل روكوز، الأفرقاء الآخرين إن كان المستقبل أو غيرهم ضد هذا التعيين أو شو؟ يعني غياب رئيس الجمهورية أنا برأيي هو فقط شماعة أنا برأيي ما في أنا برأيي تعيينات. أول شيء خلينا نرجع نحط الأمور بإطار. أولا يلي أول شخص مدد، بتخليني روح على المحكمة العسكرية ونرجع منفصله بالتفصيل مع حسين خريس. إذا من أمام المحكمة العسكرية في العدلية ينضم إلي الزميل حسين خريس لإطلاعنا على أجواء انتهاء محاكمة الوزير السابق ميشيل سماحة. حسين أهلا بك، شو جديد لديك؟ نعم، نحن في انتظار إعلان صدور الحكم من قبل رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم، بعدما تمت جلسة استكمال استجواب الوزير سماحة، وكان أيضا قد استدعي سائق ميشيل سماحة فارس بركات، الذي بدأ في المحاكمة بأنه لا يعرف شيئا عن أي موضوع، إنما كان فقط من اتصل به ميلاد كفوري المخبر المعروف من قبل شعبة المعلومات، وطلب منه أن يؤتيه بكيس كان قد وضعه الوزير سماحة فوق خزانته. طبعا محامي سماحة صخر الهاشم اعتبر أن كفوري هو محرض صوري بحسب لغة القانون، وهو الذي درس نفسية سماحة موجها من شعبة المعلومات من الضابطة العدلية، وبعدما درس هذه النفسية جيدا تمكن من أن يجعله كصبي دليفري كما عبر، وبأن سماحة لم يكن يعرف شيئا ما في داخل الصندوق من متفجرات وصواعق وغير هذه الأمور، إنما كان فقط بمثابة الرسول الذي يوصل الرسائل ويوصل البضاعة أو ما يطلب منه من قبل كفوري، وبأن هذه المتفجرات كان يظن سماحة بأنها سوف توضع على الحدود لضبط هذه الحدود، ضبط عمليات التسلل إلى الحدود اللبنانية. أما عن اعتراف سماحة بالصوت بأنه قال بأنه ينتظر الصواعق وغير هذه الأمور، فقد قال سماحة بأنه كان يساير كفوري لمعرفة ما يريد التوصل إليه. سماحة من أبرز ما قاله أيضا بأنه أسير حرب استخبارية سياسية كبرى من أجل التأثير على القرار السوري، ومن أجل جعل لبنان يصطدم بالدولة السورية، خصوصا وأن سماحة هو الرجل كما قال المسيحي الأول في موقع القيادة السورية، وذلك نظرا لمدى قربه من الرئيس السوري بشار الأسد. طبعا نحن في انتظار صدور الحكم، ويهمنا أيضا الإشارة بحسب ما قال المحامي صخر الهاشم، قال بأنه يشير بطلب البراءة لموكله أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها، وهي تقريبا 4 سنوات سجنية بحسب القانون اللبناني. نحن ننتظر إعلان صدور أي ساعة تقريبا الإعلان سوف يكون عند قوس النصر. طبعا بالنسبة إلى الساعة يعني لا يمكن طرح هذا السؤال على المحكمة، كان من المتوقع أن يبدأ، لا مش منك أستاذ فادي، بس كان من المتوقع استجواب البدء باستكمال استجواب سماحة عند الساعة 12، وبدأت المحكمة عند الساعة 12:10، يعني ما في وقت لهذه المواضيع خصوصا بالمحكمة العسكرية. حسين خليل شكرا جزيلا لك، يعني سنعود إليك فور صدور هذا الإعلان لإطلاعنا على تفاصيله. شكرا حسين. كنا بدك تعلق شيء على المحاكمة؟ ما في شيء يعلق، يعني بس إنه بالنهاية هيدي شغلة كمان منيحة لأول مرة. أول شيء بدنا نسني على
على القوى الامن، على القوى الامن اللي عملوه بتوقيف بتوقيف ميشيل سميعة. ما كان قرار سهل اكيد بوقتها، واليوم كمان المحاكمه عم نشوف انه لاول مره يمكن بلبنان في محاكمه نوعا ما سياسيه خليني اقول لامور عم بتصير، وهيدي هيدي بوادر خير للمستقبل، وان شاء الله كل القضاء تبعنا بيكون اسرع. يعني اليوم عم نسمع انه هيدي صار لها اربع سنين واقفه، كان امبارح مزبوط كان امبارح. كان مفروض يمكن باول سنه ونص سنتين يكون دجا مش هقول طلع الحكم، بس بالقليله تسرع. يعني ما ممكن كمان ميشيل سميحه يقعد بالحبس اربع سنين بدون ما يكون محاكم. هيدي من اقل حقوق الدفاع وحقوق المسجون. خليني ارجع لموضوع التعيينات، تمديد فراغ او تعيين، يعني كلنا ضد الفراغ، كلنا ضد الفراغ، بس اليوم ميشيل عون عم بيهددنا، بيرجع كمان بيهددنا بموضوع الفراغ. بدنا نرجع نتذكر كمان انه ميشيل عون لما كان، ليش ميشيل عون عم بيهددنا بالفراغ؟ عم بيقول خيي المؤسسة العسكرية اليوم لا تحتمل التمديد، هناك 500 عميد، ما بيطلع عميد واحد يصير قائد جيش. أنا تمدد أنا شخصيا إذا بحكي، إذا برجع بالمبدأ، أنا يعني أكيد مع اليوم تداول السلطة. لما واحد بيكون مع تداول السلطة وبيكون عم بغي، يعني في عندك كمان أشخاص محقين إنه حق يكون يعملوا قادة جيش، يعني قائد جيش، يعني ويترفعوا ويوصلوا إلى ما هنالك. أنا ضد التمديد إذا بدك تحكي من هذا الباب. بس اليوم بدي أنا بس أسأل سؤال، إنه ليش بوقتها من 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 سنتين لما تمدد للجنرال أهوجي، ليش بوقتها يلي كان وزير الدفاع كان وزير الجنرال عون بوقتها، وكان عنده حكومة من 11 وزير، كان عنده الأكثرية، كان موجود ومبسوط، وكان عم بنغم لوحده بقلب الحكومة، ومدد بوقتها لقائد الجيش، ليش بوقتها كان في تمديد واليوم ما في تمديد؟ يعني هيدي أول نقطة. تاني نقطة، إذا اليوم بدنا، أنا برأيي اليوم الجنرال عون خليني أقول لك هو اللي عم بيحرقه بحد ذاته لشامل روكوز، يعني بهيدي الطريقة اللي عم بيشتغل فيها. طيب هناك يعني عم بيقول له لشامل روكوز المستقبل اليوم، مثل ما عم بيقول عماد ميشيل عون، انه قال يعني الرئيس سعد الحريري انه أهمية قائد الجيش مثل أهمية رئيس الجمهورية، يعني طبيعي. هناك ربط طبيعي، يعني بتطير الشماعة إذا كان الفراغ هو الشماعة، بدك قائد جيش استغني عن رئاسة الجمهورية. بارح رد عليه الوزير باسيل إنه ليش بدكم رئاسة الجمهورية وقوى الأمن، ليش بدكم رئيس المجلس النيابي وبدكم أمن العام، ليش نحن ما بدنا رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، ليش أنتم عندكم مسموح الربط نحن مش مسموح لنا الربط؟ أنا ماني جاي فهم. هيدا كلام الوزير باسيل. أنا ماني جاي يفوت بهيدا النقاش، مش هيدا اليوم المهم إنه مين بياخد حصة وحصتين وعشرة. العملية منا بالحصص، العملية هي بالمبدأ. اليوم انتخاب رئيس منا متعلقة بحدا، متعلقة فيهم هن، بحبوا ينزلوا ينتخبوا رئيس، بيقدر ننزل بكرة وننتخب رئيس، ولكن يمكن مفروض عليهم إنه ما ينتخبوا رئيس، وحزب الله مبسوط وهن مبسوطين، وبعدهم حزب الله اليوم لهلا واعدينه لميشيل عون إنه نحن طول بالك يمكن بكرة بالله بيفرجها بسوريا منجيبك رئيس، وبعد العملية رح تطول. الله إذا مش هيدا التلاتة جي، مش هيك قال وقت الجنرال، منشوف الله بيفرجها. بس اليوم عملية المبدأ أنه أو بدنا نوصل على استحقاقات وننتخب ونعين ويصير ونعبي الفراغات اللي قائمة، أو ما منكون عم نشتغل للسياسة مزبوط، منكون عم نبعت البلد على المهوار وعم نبعت الدولة على المهوار، وما رح نكون بالمستقبل قادرين نرجع نرفعها. صرنا اليوم الدولة صارت خلص دولة شبه لا قائمة، ما بقى في شيء قائم بهذا البلد. إذا بعد في شيء قائم هنا يمكن شوي السلطات العسكرية اللي بعدها شوي ضابطة، وكلنا بنعرف قديش الجيش عم بضحي على الحدود وعم بيقدر هلأ خاصة بآخر مرحلة قادر صمد وواقف وعم بياخد مواقف جيدة. الموضوع بدنا نحافظ عليهم. أنا ما عم بقول أنه بعد تمديد لقائد الجيش، أما لا، أنا اللي عم بقوله فقط لا غير، لا للفراغ. خليهم يروح على مجلس الوزراء يدبحوا بعضهم ويتفقوا، بيجيبوا بمددوا لجان أهوجي كتير منيح، بيجيبوا واحد تاني كتير منيح، بيجيبوا شامل روكوز، قدروا اتفقوا على شامل روكوز خي كتير منيح. ما عندي أفضلية، الأفضلية هي على للفراغ. بس اليوم كل ما نوصل لمرحلة ولا استحقاق ويهددنا بالفراغ،
مشكل كبير. ما في الدولة اليوم بتكمل بهذا المنطق، او بعمل اللي بعلي عندي ايه، او روحوا دبروا حالكم خلينا نوصل للفراغ علي وعلى اعدائي. مثل نيرون لما اجى بده يولع السيجاره تبعه حرق روما يولع سيجاره. طيب نعم، نحكي عن قياده الجيش والجيش وتضحيات الجيش اللبناني لا سيما على الحدود. هناك كمان حمله على الجيش اللبناني، انه يعني ليش الجيش اللبناني ساعه يتلقى الحملات من هذه الطائفه وساعه ثانيه يتلقى الحملات من الطائفه الاخرى؟ يعني لازم الجيش يكون شو؟ لازم الجيش يكون جيش. اليوم في حمله على الجيش اللبناني، لماذا لا يشارك اليوم في الحرب ربما التي تجري خارج الحدود؟ ما له يتدخل خارج الحدود اساسا، صلاحيته لا تتخطى الحدود. حتى اذا بدنا نرجع، الجيش اللبناني ما له يتدخل داخل الاراضي اللبنانيه، اذا بدنا نحكي عن، اذا بدنا نرجع على القانون. مزبوط. هي صلاحيه القانونيه ايه. نعم. حمايه الحدود وحمايه يعني اذا في من ارهاب او في من تدخل حتمي بمحل معين. اليوم الجيش مطلوب منه يكون على التساوي بين كل الفرقاء، ويكون عم بيحمي الحدود فقط لا غير. اليوم ما بيقدر الجيش اللبناني، يعني خلينا نقولها بكل بساطه، يمرق كونفوا شاحنات لحزب الله عم بتفوت عم بتفوت له سلاح، او عم تظهر عم بتظهر مقاتلين الى سوريا وما يعمل شيء، وبالمقابل اذا لقطوا واحد او اثنين من طرابلس ابو لحى طالعين يحاربوا بسوريا بنلقطهم وبنكسرهم وبنعمل فيهم اللي ما بينعمل. انه اليوم ما فيك تنكر انه هيدا الشيء بيخلق احباط، ما معناتها مع او ضد، ما عم بحكي بالواقعيه. هيدا الامر بيخلق احباط عن بعض الطوائف، وبيخلق احباط عند الطائفه السنيه. كذلك الامر اليوم الجيش اللبناني اللي عم بيجربوا يفرضوا عليه معارك مع اشخاص هو لا صله لهم، يعني ما عنده صله فيهم بالقلمون او غير القلمون او بسوريا. طيب. خلي حزب الله، اخي حزب الله كان بده يعمل معارك داخل سوريا، ليش بده يجيب هو حسن نصر الله، السيد حسن نصر الله؟ ما بدي اطول كثير بهذا المحور. هو السيد حسن نصر الله هو باحد اخر خطاباته طلع قال خلينا نطلع نحارب بسوريا، اللي بده يحارب يلاقينا بسوريا. طب ليش يا خي بدك تفوت هلا، صار بدك تفوت الجيش اللبناني وبدك تفوت اللبنانيين بحربك بالقلمون؟ بدك تحارب بالقلمون، طلع حارب بالقلمون خي، خلص ما قادرين اقول لك لا، طلع حارب بالقلمون، بس ما تورط ولا الجيش اللبناني ولا الشعب اللبناني ولا الاراضي. طيب خليني ابعد شوي من السياسه، كمان في موضوع دقيق جدا يعني، وفي كثير يعني من بعض المحبين والفانز لنديم الشميل طالبين كثير اسئله، بس خليني اتوقف على قانون الايجارات، لان انت نايب وانت كمان طعنت بقانون الايجارات. شو تعليقك؟ هلا اول شيء خليني اقول شغله، انا صحيح طعنت بقانون الايجارات، وما طعنت من باب رفض كامل وقاطع على تحرير الأجرات. أنا اليوم كقانوني كمحامي كشخص منطقي بالحياة أخلاقي وحقاوي، أنا اليوم آمن أنه تحرير الأجرات صار وضع ضروري بلبنان. ما فينا بقى نكمل بهالوضع الشاذ يلي قائم بالبلد صار له أكثر من 40 و50 سنة، بس عم بحكي من التسعين لليوم. أنا طعنت لأنه اعتبرت أنه بالوضع الراهن اللي عم يمرق فيه البلد، بوضع اللي موجود فيه كم من السوريين وملايين من السوريين عم بيستأجروا، وغلية الأجرات بالداخل اللبناني، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالويل بالبلد. اليوم ما فينا نترك المستأجرين على مهب الريح، أكيد هيدا الشيء ما لازم يكون على حساب المالك، وأنا برفض تماما أنه أي علاج يصير على حساب المالك. ولكن أنا اليوم قد ما فيه بلجنة الإدارة والعدل دافعنا عن حقوق المستأجر لنعطيه أكبر حصة ممكنة وأكبر إذا بدك بروتكشن لهيدا القانون يقدر يصدر. هلأ السؤال الكبير اللي عم بينسأل، هل هو، وهيدا بفتكر كان السؤال اللي نسأل عندك على الفيسبوك لأنه قريته اليوم الصبح، هل هو القانون ساري المفعول أو مش ساري المفعول؟ ما نضحك على حالنا، بدي دقيقتين بس، ما رح طويل، ما رح طويل. هل هو ساري المفعول أو مش ساري المفعول؟ لكون كتير واضح، القانون الحالي قانون ساري المفعول. هلأ بيتنفذ اليوم، بيتنفذ بكرة، اللجنة بعد ما تشكلت والصندوق بعد ما تشكل، ولكن بالنهاية القانون ساري المفعول. اليوم اللي عملناه اليوم بالإدارة والعدل قدرنا شوي
زبطنا وعالجنا وضع المستأجرين ورحنا وحصلنا لهم حقوقهم بالتي هي أحسن، ما قدرنا نوقف القانون، حاولنا نوقف القانون، حاولنا نرجع نعيد النظر جذريا بالقانون، ما قدرنا لأنه كان في طرفين عم بيتنافسوا، في طرفين برأي بوجهة نظر مختلفة كليا، ولكن اللي عملناه هو تحسين للقانون الحاضر واللي ساري المفعول. في بعض المحامين بيعتبروا انه لا شو بدك هلا ما تنفذ، بكره الله بيفرجها بنشوف. خي ما بقى فينا نحط راسنا بالرمل ونتخبى ونقول انه مش نافذ القانون، وبكره نوعى بعد 3-4 اشهر انه دخيلكم ليش ما خبرتوني او ليش ما قلتوا لي. لا، انا عم بكون كثير واضح مع المستاجرين، عم بكون كثير واضح مع الاشخاص يلي لازم اليوم تقرا القانون وتكون فعليا تعرف شو حقوقها وشو واجباتها، شو مصالحها، شو الخيارات اللي امامها. انا اليوم عم بحضر محاضره كبيره بالاشرفيه، مش بس للكتائبين، لكل المجتمع يلي حابب يجي يحضر المحاضره. لنفسر مزبوط قريبا عم مع قيد التحديد، ما فينا نعلن عنها هلا لان بطل عنا وقت. بس تقول شغله، تعطي أكثر خيارات ممكنة للمستأجر يعرف شو حقوقه وشو الأوبسيونات اللي عنده إياها ليقدر ياخد القرار المزبوط بالبقاء، بقبض التعويض والفلة، بكل الخيارات اللي مفتوحة أمامه. بده واحد يكون مطلع مزبوط، يعرف أنه القانون صار ساري المفعول، وهون ماني جاي حبت حيطان، ولاني جاي بشر بالسيء، بس جاي يقول واقع لما واحد يحط راسه بالرمل وبالاخر يجي يوعى يكون. مين حول الضحيه؟ هل هناك ضحيه بهذا القانون؟ هل المستاجر اليوم ضحيه بهذا القانون؟ المستاجر بدي اقول لك شغله، المشكله الكبيره بلبنان انه كان المالك حامل العبء الكبير تبع هذا القانون. اليوم جينا كبينا كره النار من ايدين المالك الى ايدين المستاجر، بينما كان لازم الدوله تمتص اكثر واكثر هالبوله قبل ما نحطها بالتوازن بين الاثنين. اللي قدرنا عملناه بهيدي النسخه الجديده اللي رح تصدر بكره ويلي رايحه على الهيئه العامه، هي انه نكبر مسؤوليه الدوله والدوله تمتص شوي اكثر كره النار. حلو. ولكن انا اليوم بتمنى انه ما نحط المالك والمستاجر بوجه بعض. المالك والمستاجر بيتكاملوا مع بعضهم، على الدولة اللبنانية اليوم تتحمل مسؤوليتها. هيدا الشيء اللي قدرنا عملناه وحملنا الدولة شوي مسؤولية زيادة. النائب نديم الجميل عضو كتلة الكتائب، أنا بشكرك على هذه الحلقة وأهلا وسهلا فيك. مرسي لألك. يا هلا. مرسي فادي. مرسي لك المشاهدين. تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.